تفاعلت مصالح الأمن بسرعة مع الجدل الكبير الذي أثاره مقطع فيديو يظهر فيه شاب متهور وهو يسوق سيارته برأسه بدل يديه في استهتار كبير بحياة الناس في الطريق العام، فضلا عن إهانته الشعب المغربي ووصفه بكلام ناب، حيث اعتقلت المعنية بالأمر أمس السبت ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، وسيتم تقديم الشاب المتهور في حالة اعتقال فور انتهاء إجراءات البحث التمهيدي في قضيته، وذلك بعدما طالب الكثيرون وخصوصا منهم الأباء والأمهات بتدخل الجهات المسؤولة فورا وتوقيف مثل هذه التصرفات السبيانية التي يحاول من خلالها صاحب الفيديو المتهور التأثير على أولادهم من أجل التباهي بحياة الرفاهية التي يعيشها. وكان أكثر ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو قيام الشاب بفعلته لعدة مرات حسب الفيديو الذي ظهر فيه بعدة إطلالات، بالإضافة إلى الحركات الله أخلاقية التي يقوم بها بأصابع يديه في تحدي تام لمن ينتقدونه. ولم يقف صاحب الفيديو عند هذه الحدود، بل ظهر في إحدى اللقطات وهو يسوق بسرعة وصلت 210 كيلومترات في الساعة وهو يقبل فتاة كانت برفقته، قبل أن يرد على من يهاجمونه بإهانتهم ووصفهم بكلام ناب عبر خاصية ستوري.